تناغم الافوكادو مع الوجه، مع الوجه والرقبه والعين. الافوكادو فيها فيتامين اي وايه وسي ومغنيسيوم وبوتاسيوم بنسبه عاليه، البوتاسيوم فيها بنسبه عاليه. وانا بحب اعمل هنعمل مع بعض يعني تدليك وماسك في نفس الوقت. ممكن تفتحها لي؟ هناخد الحته الطريه دي. عايزين تعرفوا انها مستويه وانتوا بتشتروها، تدوسوا على العنقود اللي هنا ده كده طري، يبقى كده مستويه. ناخد حته منها. نفحصها نفحصها. استبر استبر، عارفه ان انت بتحب الافوكادو، استبر. نفحصها خالص كده، ولا هنروح اي اضافات، هي لوحدها كده مش محتاجه اي حاجه تانية معاها. عايزه ارد برضو على احنا نعمل كل يوم ماسك؟ ممكن نعمل يومين ثلاثه ورا بعض ماسك ونريح يوم في الاول. لو احنا مثلا عندنا بقع وعندنا اي حاجه مشاكل في البشره، ممكن نعمل يومين ثلاثه ونريح يوم. ممكن نعمل يوم ويوم كده. الافراط في اي حاجه حتى لو مفيده مضر. بالنسبه لتمارين اليوجا عامل لكم فيديو برضه قلت لكم فيه ان احنا نعمل 3 ايام ورا بعض ممكن، ونريح يوم 4 ايام ونريح يوم، ممكن يوم ويوم حسب عمرك وحسب التجاعيد اللي عندك. خليناها ناعمه قوي اهي. هنعمل بقى ايه؟ تدليك دائري. تدليك دائري هبدا بعيوني اهو، افوكادو بس. رائع جميل حلو. تدليك دائري، هو هيعمل لي ليزر. بلف حوالين الجفون برفق. انا بحبه قوي عشان بيعمل لي كده، على فكره بيعمل زي الليزر بالظبط. نوسع الدايره شويه، ممكن نلف كده مثلا 10 مرات. انا مش هعد بقى، عد انتوا. انا ما بعدش. المهم ان انت بتاكل وتمسح فيا، يعني انت بتخليني بريحة الافوكادو. هطلع فوق الحاجب عند الجبهة والف كده. زي الليزر. اجي هنا كده امسك مناخيري او الانف او منخاري واعمل تناغم تناغم. نفس الحكايه الناحيه التانيه. ممكن اعمل كده 30 ثانيه.
فين الطبق؟ لغاية تنبت الشعر. على فكرة الأفوكادو رائعة برضو للشعر، بس بدعموها قوي 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 يعني، تضربوها في الخلاط مع مية الرز، يعني واحدة أفوكادو وكوباية مية رز تضربوهم في الخلاط، أو نص كوباية يعني حسب حجم الأفوكادو، وتعملوا بيها تدليك لفروة الرز بالشعر كله، تسويها ساعة ساعتين، تحطي كيس بلاستيك بوليه وتسيبيها وبعدين تغسليها. بالنسبة لغسيل الوجه، أنا مبغسلش وشي خالص، ولا بصابون ولا بغسول ولا أي حاجة، أنا بشطف وشي بالمية، وكل كام يوم مثلا يوم ويوم أو كل يومين أغسل وشي بالبن، القهوة اللي أنا بشربها ففي تفل البن بفرم بيه وشي وننضفه، وبعدين أحط مية ورد مثلا أو مية شاي أخضر، لكن أنا مبستعملش أي كيمياء، أي كيمياء. أولا الغسول ده بينضف لك وشك، وتلاقي وشك بيزيق وجميل وانت فرحانه، هو اصلا بياخد الزيوت والبكتيريا النافعه والضاره كله من على وشك، بعد كده بقى يحصل جفاف، ودي مواد كيماويه. طب ليه؟ لو تقدري تجيبي بقى لانكستر او شانيل بقى انت حره، يعني على ما اعتقد ممكن تبقى معقوله، لكن احنا بنتعامل بالطبيعه اللي خلقها لنا ربنا. لو في هنا بقى خطوط لو في هنا خطوط هنا ساعات بيبقى فيه خط بالعرض كده، نعمل هنا كده تدليك، كل وامسح في الطرحة، ماشي عادي براحتك. ما ننساش ايدينا، يا حبيبي مش مهم، عندي حقوق طبع، انت عندي قبل من اليوتيوب والطبع والنشر وكله. نيجي عند الرقبة بقى، دائري كده، ما ننساش بقى دي، كل ده بحتة افوكادو قد كده، يعني حتى لو انت مش هتاكليها مع انها مفيدة قوي، ممكن تحتفظيها في حاجة في التلاجة وتعملي منها مثلا مرتين ثلاثة في الأسبوع، هي ممكن تقعد معاكي، يعني هي ممكن تكفي 3 مرات، الثمرة الصغيرة يعني ممكن تكفيكي 3 مرات، الأسبوع اللي بعديه تجيبي حاجة تانية. مينفعش اعمل مثلا لمده اسبوع او اسبوعين كل يوم ماسك 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 بحاجات خشنه، يعني مثلا زي البن زي الرز زي
اي ماده جامده يعني او صعبه، لكن ممكن احط عسل، ممكن احط زبادي، فاهمني كده؟ خلصنا. نعمل بقى، سامعيني التلزيق؟ ايوه. تناغم، كأننا بنلعب بيان. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله هيعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وبصحة وعافية، بدون امراض، بدون شيخوخة، بدون مكملات غذائية، دايما حلوين وجميلين ومنورين، واشوفكم.